ما بين الأزمة المالية العالمية وأزمة المديونيات الصعبة وأزمة سوق المناخ إلى أن نصل إلى تخصيص بورصة الكويت، رحلة شيقة مع رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت السابق طلال فهد ثنيان الغانم. فإلى هناك في رحلة جديدة من برنامج على درجة رجال الأعمال، يسرنا أن نستضيف رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت السابق طلال فهد ثنيان الغانم. مبارك، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخوي. حللت أهلا ووطئت سهلا. سهلا بارك. وأتمنى تكون رحلتنا معك سهلة. أتمنى. سوق الكويت للأوراق المالية، السوق الحكومي وسوق القطاع الخاص، أنت رجل ممارس من الشركة الكويتية المقاصة إلى أن وصلت إلى رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بعد التخصيص. الكثير من القضايا الشائكة في هذا الملف، عندما كانت بورصة الكويت كمرفق عام تدار من الدولة قبل الأزمة المالية العالمية، انهيار شبه كامل للشركات الكويتية، انهيار وضياع مدخرات الناس، سبقتها مرحلة الإدراجات والشركات الورقية، وأنت خير من يعلم هذه المرحلة. نتكلم في هذا الجزء إلى أن ننتقل إلى البورصة بعد التخصيص. نعم. كيف ترى بورصة الكويت قبل التخصيص تحديداً بعد الأزمة المالية العالمية في 2008؟ خلنا نكون أدق شوي، خلنا نتكلم عن البورصة ما قبل هيئة تسويق المال والبورصة ما بعد هيئة تسويق المال. قبل هيئة تسويق المال كانت تدار عن طريق لجنة السوق الممثلة برئيس مجلس إدارتها وزير التجارة، وممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن البنك المركزي، ووكيل وزارة التجارة، ومدير السوق. هذه الأيام، ذيك الأيام كانت تدار بعقلية حكومية، خلينا نقول لغاية ما وصل إلى نهايتها قبل تأسيس هيئة سوق المال. وضعوا القانون مال هيئة سوق المال وبلشوا يحاولونها إلى معايير الموجودة في القانون. وكان أيامها الأخ حامد السيف هو المدير العام. صحيح. وتحته الأخ طالح حرقم. صحيح. وطبعا اثنيناتهم ما شاء الله خبرات كبيرة في المجال هذا، ونجحوا جزئيا في المجال أن ينظفونها من بعض الشوائب اللي هي الشركات الورقية اللي تقول عنها. لا، ما حد يقدر ينكر وجود هذه الشركات الورقية، والسبب أنها هي تراكمات سنوات ما بعد الغزو. ما بعد الغزو في شركات تم إدراجها بس لزيادة عدد الشركات اللي موجودة بالبورصة، تكلم صراحة، بس ما في أي مقومات من مقومات الشركات العادية اللي تدرج في السوق الحين. يعني هذه الشركات اللي تم إدراجها في البورصة قبل هيئة سوق المال، لو يقدمون الحين لا يمكن يقبلون فيها. مدخرات الإخوان، إذن كان في تساهل جدا ووضع طبيعي. أخ مبارك، البورصة وقتها كانت 12 شركة و 13 شركة بلو تشيب، والباقي شركات عادية. أنت تبي تزيد حجم الأسهم الموجودة في السوق عشان تعطي مجال حق المستثمر أن يختار من بنوك، من قطاعات مختلفة. فكان وضع طبيعي أن تدخل شركات بعد ورقية وياهم بدون لا تنتبه. كإدارة سابقة أنا ما لي علاقة بهالموضوع هذا، أتكلم وياك بالتسعينيات وما بعد الألفينيات بشوية. بعد هيئة سوق المال لا، تغيرت الأمور كثير، أصبح هناك في معايير، في رقابة أكثر، في تشريعات تنظم العمل، فبالتالي أصبحت الشركات الورقية صعب أنك تلقى تدرج شركة ورقية. أصبح المشكلة وين الحين؟ في الشركات الورقية اللي موجودة قبل هيئة سوق المال، وهذه تم تصفيتها بالأيام الأخيرة. يعني وايد شركات مروا علي تم شطبها من السجلات
البورصة بسبب أنها هي شركات غير حقيقية أو في تلاعبات في بياناتها المالية. فبالتالي وضع طبيعي في كل البورصات في بداياتها. نعم. تتم هذه الأمور. مبارك، نعود إلى فترة الإدراجات. في فترة معينة كانت إدراجات الشركات بطريقة غير مسبوقة، كثير من الشركات تتسابق للإدراج في يعني بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه الشركات، وأصبحت الفكرة تسويق دينارك دينارين لما يتم إدراج هذه الشركة، المية فلسة تصير 200، وبالتالي استولوا على الوهم وفي عقول الناس بأن هذه الثروة وهذا الثراء السريع. في تلك الفترة الشروط كانت أقل دقة، وبيانات الشركات يعني بشكل أو بآخر قد تكون غير دقيقة. شهادتك على هذه المرحلة في سوق الكويت الأوراق المالية؟ اللي صار شركة ألف تأسس شركة باء وتنقل رأس مال شركة ألف إلى شركة باء. شون شركة ألف تأسسها بكاش وبعدين تشتري بالكاش هذا عقار مثلا، تقوم تنقلها إلى شركة باء بيع وشراء بينهم، وتحقق هي ربح في شركة ألف ربح صوري وتسجل على شركة باء. شركة باء تقوم تبيع العقار على شركة جيم بأربح بسعر أكبر. وبالتالي لما طاح السوق أصبح العقار اللي شارينه وهم بالبداية كان يسوى 10 مليون مثلا، بايعينه على الشركة الأخيرة ب 100 مليون، تبين أن ال 100 مليون هذه ما تستحق إلا 10 مليون الأولى. فأصبح في دومينو أفكت أو أثر الدينامو أن كل شركة قامت تطيح وتسقط تفلس لغاية ما وصلنا إلى الشركة ألف. شركة ألف ملاكها هم اللي استفادوا. ملاك طبعا مساهمين مصر، لا ضاعت ثروتهم، راحت تبددت. وللاسف ما كان عندنا هيئه سوق المال وقتها، وكان البورصه حدها انك تحولك نيابه او تحولك القضاء، وكان في تحويلات للقضاء، لكن بالاخير في ثغرات بالقانون، لا ما كان في قانون ينظم اصلا هيئه سوق المال، ما كانت موجوده، فبالتالي ضاعت حقوق الناس، ما سجن احد فيها للأسف. فلوس الناس راحت للأسف، وفي ناس الحين في ناس تلقاهم الحين راكبين أفخر السيارات. نعم. وأحسن بيوت، وإحنا نعرف شنو أساس ثروتهم هذه بأموال الناس. نعم للأسف هذه حقيقة، ما يعني ما أقدر أنكرها. نعم. معروفة بالمجتمع يعني بيننا وبين بعض، نعرف منو اللي كان على الله وعلى المعاش ثم أصبح من أصحاب الملايين. تقريبا كم حجم خسائر الناس في تلك الفترة؟ ما أقدر. مليارات؟ إيه طبعاً، إحنا وصلنا القيمة السوقية لسوق الكويت الأوراق المالية إلى 40 مليار تقريباً. نعم. بعدين لما نزل ل 2008 و2009 و2014 بعد. نعم. إلى 16-17 مليار، يعني تبخرت على الأقل 23 مليار. الراحة راحت. إيه ناس مساكين وخذوا قروض لليوم يسددونها، وهي ما عندهم أصل يسددون منه على الله على الراتب، ولما تقاعدوا قام ما تكفي رواتبهم، قام يتذمرون وتسمعهم وتشوفهم بتويتر، يعني هذا مو سر. الناس هذه مساكين، انا متعاطف فيها على المستوى الانساني، لكن انا الوم الجهات الحكوميه اللي ما اتخذت اجراءات وقتها. يعني هم صار عندنا مناخ جديد بس بثوب قانوني، ما كان فيها بورصه هذيك الايام من ايام المناخ، الحين في شيء اسمه بورصه. ازمه مناخ اخرى طبعا. في الازمه الماليه العالميه. نعم. هي ازمه الشركات الكويتيه وليست ازمه الشركات العالميه. انعكاس ليمان براذر على الوضع الكويتي، ما حد قادر يستوعب هالفكرة. هذه أكبر كذوبة سمت. أكبر كذوبة. نعم. يعني الأزمة المالية بريئة من وضع الشركات الكويتية. إذا كان المفروض أحد يفلس فلس بنوكك. نعم. ولا بنك فلس، هم اللي يتعاملون ليمان براذر. أنا بتعامل اليوم كمساهم صغير. نعم. كمواطن. نعم. ما أعرف ليمان براذر. نعم. ولا الشركات اللي كانت مدرجة اللي كان يتداول إياهم، هم الشركات الكبيرة واللي هي البنوك، ولا أحد تفلس منه. أكبر كذبة. أكبر كذوبة تمت في. أكبر كذوبة. هي في الإعلام الكويتي. من اللي روجها يعني أو سوق؟ اللي أصبحوا مليونيرية الحين. اللي أصبح. هي علشان يقطون اللوم على العالم. أنا شكو. شنو تداولات الشركات هذه اللي أصبحت ورق مفلسة ولا أكو صفر أصول؟ تعاملها في الشركات الخارجية أو لها. منو عندنا أصلاً يفهم إن يتداول مع شركة أسواق أمريكية ولا شيء؟ ما عندنا. كان التداول كله في سوق الكويت الأوراق المالية. وحاجة والأثر الدونيمو افكت هذا اللي قلت لك عنه. نعم. هو السبب بالإفلاس. لا يضحكون عليك يقول لك أثر أزمة 2008، بالعكس إحنا أكثر دولة كنا محميين من 2008. أنا شكو، أنا فلوسنا كلها داخل الكويت. نعم. وما تضررنا إلا كمؤسسات عامة مثل التأمينات
الهيئة العامة للاستثمار لأن تستثمر الشركات العالمية، لكن الشركات الاستثمار العادية أو الشركات العقارية كل الفلوس كانت في الكويت. حد يقول بدبي ولا ما دبي، بس غير هذا ما عندنا شيء ثاني. بس للأسف الطمع بر ما نفع على قولتهم. لا، في ناس للأسف ركبوا على الموجة واستقلوا، ما بيقول جهل، لكن في ترى كل بورصة تعتمد على الطمع المستثمر الصغير انه بيصير مليونير، وهذول اللي صاروا مليونيرية هم عارفين السحر اللي يقدرون يغرون فيه المسكين الصغير اللي بيصير مليونير، فخلوه ياخذ قرض واللي باع ذهب مرته مسكين علشان يدخل السوق وعلى امل انه يحصل فلوس ويشتري له بعدين ذهب جديد، وللاسف لا الذهب موجود ولا البيت موجود الحين برهون. واللي باع بيته، اي هذه مصيبه، ظاهره باع بيته هذه اصبحت ظاهره كويتيه. باع بيته ترى في جزء منها، اي جزء منها ترى. نعم. اللي باع بيته، نعم. في ناس باعوا مثلا ابوه باع على بيته على ولده، فهذا باع من بيت يعني عشان ياخذون قرض بنك التسليم 70,000. نعم. ويستثمرونه بالبورصه وضاع 70,000 والبيت صار باسم الولد، والحين الابو مات والورثه الثانيين ما اخذوا جزء حصتهم بالبيت. يعني كوارث اجتماعيه عندنا بسبب المبنى هذا اللي اسمه بورصه الكويت. اتكلم صراحه. نعم. انا لست محامي. نعم. انا يوم من الايام كنت رئيس لها. نعم. بس بالاخير انا مواطن كويتي وازعل واحزن على اللي قاعد يصير حق المواطنين الكويتيين. هذا المبنى كثير من الكويتيين يمرون ها يشوفون مأساتهم، يذكرهم في مأساتهم. يا رجل وقفوا عند بوابته وبغى يوصلون يصعدون لمكتب رئيس مجلس إدارته ذيك السنة وبغى يلون سيكيورتي والشرطة يوم سنة 2008 لما طاح السوق. هذه لو ما شوف، احنا الكويتيين مؤدبين وراقين، لكن لما تي الحلال عديل الروح، لما حلال يشوفه قدامي يتبخر وانت ما تاخذ اجراء، لا الوم مكانه ويجيك بعد بالبورصة يعني اذا بغيت. فالكويتيين اللي تقول لي المبنى هذا اللي يعتبرون اعتقد حريق لثرواتهم. نعم. واللي يدخل الحين كل ابوهم هذول ما نشووا، اللي نشوه بالمناخ ما دش بالبورصه. نعم. واللي احترق ونشوه بال 2008 و2009 ما يدش الحين. نعم. كل هذا الجيل اللي بعد الصغير. نعم. اللي بيصير مليونير بسرعه. في قضيه ازمه المناخ تدخل المشرع، وفي ازمه المديونيات الصعبه ايضا تدخل المشرع. نعم. وتدخلت الدولة بشراء المديونيات. صح. في أزمة يعني صغار المساهمين، صغار المستثمرين، ما في تدخل. ما تم. لا، هي ضخت الدولة مبلغ 350 مليون أعتقد. نعم. عن طريق الهيئة إن تشتري الأسهم تحاول تدعمها فترة. نعم. من فترات. وأعتقد واحد من وزارة المالية قال اللي ما يشتري اليوم. أنا أقول لك وزير المالية مصطفى الشمالي. إيه أنا ما بغيت أذكر الاسم. وزير المالية هذه يعني حادثة معروفة. نعم. مصطفى الشمالي. نعم. قال فرصة المواتي للشراء. نعم. فناس تقدموا واشتروا. نعم. بناء على هذه المعلومة. صحيح. 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 مصطفى الشمالي كان صادق ورجل أنا أحترمه جدا، من أحسن من أفضل وزراء المالية مروا على دولة الكويت. نعم. ولما قال هذا الكلام كان كلام عديل صحيح ترى. نعم. وهو أعطى أوامر في تدخل الهيئة عن طريق توفير رأس مال محفظة. بدايتها 350 مليون بس توصل إلى مليار مليار ونص. المحفظة المليارية. إيه بالضبط. القائمين عليها أعتقد ما داروها بصورة عادلة، وجهوها إلى بعض الأسهم اللي أنقذوها، والأسهم الثانية اللي مفروض كانوا يدخلون ويفيدون فيها صغار مستثمرين ما داشوا عليها. وهذه ترى معلومة واضحة، يعني في أسهم بلو تشيب. نعم. استمرت وحافظت على سعرها، والشركات الصغيرة لا انهارت. وغالبا المساهمين الصغار ترى بالشركات الصغيرة لأن هي اللي تعطي عوائد أكبر، شركات كبيرة سعرها ثقيل فما تحقق عوائد عالية حقهم في فترة قصيرة. انهارت الشركات الصغيرة، واللي تشوفه الحين اللي يتذمر وينتقد البورصة كل ملاكهم ملاك الأسهم شركات صغيرة، بينما الشركات الكبيرة اللي مالك عنده أسهم بالشركات الكبيرة اليوم حقق أرباح مقارنة ب 2008 غير المنح والتوزيعات اللي جاتها. لا، إدارة المحفظة كانت ما كانت عادلة بين الأسهم، توجهت حق بعض الأسهم ما راحت حق الأسهم كلها. كمواطن كويتي كمساهم، ألا تشعر بالأسى بهذا الوضع في تلك الفترة؟ أنا أحد الناس اللي طالبوا أن يتحاكمون بعض الناس اللي موجودين في المشهد ذاك اليوم، سواء ملاك شركات أو قائمين على البورصة. ما كان صح المعالجة أيام المناخ، الدولة أخطأت في المعالجة. وتذكر وزير الحمد
كان يطالب اللي ما عنده يسجل شيكات يتفضل السجن. هذه بالأخير كارثة على كل الناس، وعشان تضغط عليه إذا ما يدش السجن ما يسدد، وبالفعل ما حد سجل ترى وقته. يعني بعض الناس اللي على بحسن نيتهم اعترفوا بكل ثرواتهم تم مصادرتها، ومكتب المديونيات الصعبة اللي موجودة الحين ما زال يدير الأصول هذه. هذول الناس أوكي مشوا بالقانون وخافوا على سمعتهم، هذه الناس اللي هربوا فلوسهم ما زالوا الحين لليوم أغنياء ويدعون الفقر عندنا بالديرة، فلوسهم برا ويروحون بيوتهم وعايشين فيها وكل شيء من نبدأ ما يمكن. والمواطن اللي دش اللي تسلف ويمكن دش السجن لأنه أخذ قرض وقتها ما سجل، أرفع عليه قضية ودش السجن. هذا شنو نغمته على الناس اللي باقي ثروته؟ أكيد بيصير ناغم. وتشوفها ترى تشوفها بالتويتر في ناس عندها شيء اسمه تاجر فوبيا، كل التجار عندهم حرامية، وهذا خطأ. طبعا مو كل التجار حرامية، لكن يعني خلينا نقول النموذج السيء يعم على النموذج الخير. احنا اغلب التجار ترى ناس خيرين وعندهم تبرعات ويخدمون البلد وعندهم زكوات يعطونها بالسر ما حد يدري عنها وفاتحين بيوت، لكن لان في تاجر ما يشبع ويلهث ورا الدينار على حساب حتى ابن وطنه، لا يصير هني في كره. انا اتفهم الزعل او التذمر قاعد يصير من بعض الناس في تويتر على التجار. انا على يقين ان الاغلبيه من التجار هم اصحاب الايادي البيضاء بالكويت، لكن للاسف واحد او اثنين يخربون على الكل. هذا اللي صار بالكويت. صناعه الازمات الماليه المتتاليه، ازمه تلد ازمه تلد ازمه ماليه، كل ما واحد يجمع له بيزتين يوم مثل ما تفضلت بعض التجار باقوهم بشكل او باخر. من يقف وراء هذه صناعه الوهم بالثراء من أزمة سوق المناخ، أزمة المديونيات؟ يعني إحنا بمعدل 50 ثلاث أزمات متتالية. غريزة الإنسانية طماعة، ومو بس الكويت، العالم كله. يعني في السوق الأمريكي بلاك ماندي نزل السوق يمكن لثلث قيمة الرأسمالية وقتها، بعدين جت البابل مالت أسهم الآي تي الإنترنت مال الإنترنت، وبعدين جت 2008، والحين مقبلين على واحدة قريبة مو بعيدة سنة 2023. أنا ما أبي أقول إن النموذج الكويتي بس بالكويت موجود، لا في العالم كله. الغريزة الإنسانية الطماعة اللي تبي تصير ثرية في يوم وليلة هي السبب في وجود هذه الكوارث. ليش؟ أنت اليوم تسرب خبر إن السهم الفلاني راح يصعد، يجون ناس مجموعة من الناس يشترون فيه بدون أي دراسة حق ميزانيته أو مركزه المالي للسهم هذا، بعدين يضخمه ويقلبه عليهم ويبيع عليهم بالعالي، وبعدين يمشي عنهم. هذا المضارب اللي مشى عنهم هذول الصغار مساكين اللي بيشتري أسهمهم، فيبدون يبيعون أسهمهم بخسارة لما يرجع السهم إلى سعر العادي، فهني يصير الانهيارات بالأسواق. من الأسواق طمع، أنا بصير غني مثل ما صار فلان غني. لا هي مو كذي، هي في نوعين أو ثلاثة. في الشخص المسكين المسالم اللي ما يدري وين الله قاطع بس قايلين له البورصة زينة يدش ويقط فلوس، هذا أنا ما أتحجى. أنا أتحجى عن الشخص المفروض يدرس ميزانية الشركة ويتأكد أن فيها عوائد وأرباح مستقبلية، هني أبدي أستثمر لمدة طويلة عشان أحقق أرباح على مدة 10 سنين 15 سنة، وبنفس الوقت على عوائد سنوية من أرباحها أصرف عليها من على نفسي، والباقي أستثمر حق عيالي وأجيال القادمة. لا، إحنا ربعنا يبون اليوم يشترون آخر النهار يبيعون ويسكرون البوزج مالهم ربحانين. واضح. بس في الجانب الآخر مبارك كمستثمر يقول أنا آمنت في آليات في سوق الكويت الأوراق المالية ويعني رقابة البنك المركزي واستثمرت أموالي، أنا ما عندي إمكانية أشتغل في تأسيس شركة، أنا من صغار المستثمرين أودعت ما أملك في هذه الآليات اللي اتضح في النهاية بأنها غير سليمة. رقابة البنك المركزي لم تكن كذلك، أيضا سوق الكويت الأوراق المالية لم يتخذ إجراءات واضحة وحصيفة بهذا الجانب، وبالتالي النتيجة أنا خسرت مدخرات. مو بالضرورة أكون طماع أنا، بس أنا خسرت مدخراتي. الوضع الطبيعي في البورصة أن في أسهم ترتفع وبالتالي تربح، وفي أسهم تنزل وبالتالي تخسر. أعطيك مثال قريب مني، توني أنا قاعد أتابع السوق الأمريكي، شركة اسمها ميتا هذه
الشركة الأم لفيسبوك قبل سنة بالضبط سعر سهمها 354 دولار، اليوم سعرها 92 دولار. سهم أكثر من الشركات هذه أقوى منها ما تلقى. جوجل نفس الوزن تقريبا 260 دولار، اليوم 90 دولار. الهبوط بالأسعار شيء طبيعي في كل الأسواق، لكن أنت لما تكون شركة تهبط اليوم وعندك أمل أن تصعد باكر نتيجة النمو في أعمالها الخاصة أو الداخلي، بس مو تروح تشتري شركة ورقية اللي هم البنك شيرز هذول أوفر ذا كاونتر مثل شركات أمريكية، هو أوريدي يكتب لك أن ترى هذه مو مدرجة في سوق من الأسواق العالمية، لكن تقدر تشتري فيها وتبيع وهي ما عندها أي نشاط سوى المضاربة. هذا اللي صار بالكويت، في شركات فيها أصول كويس ممتازة ومليئة داخليا ما يشترونها إلا المساهمين الكبار الدسمين اللي جايين حق البورصة كاستثمار، وفي الشركات الثانية اللي هي الورقية اللي نسميها اللي ما فيها أصول، وكانت أيام المناخ ترى في شركة بس فيها مكتب وسكرتيرة وشقة صغيرة بس هذه أصولها، تروح تشتريها وتقول بعدين يا دولة تعالي انقذيني دفعي لي، ما يصير. أنت صاحب القرار، لو ربحان الدولة تبي تعطي الدولة جزء من أرباحك، فبالتالي هو قرارك الأخير أنت اللي تقرر هل أنت تبي استثمار عاقل تكسب منه عائد وتحقق منه ارتفاعات بالأسعار، ولا تبي تدش مضاربة. إذا تبي مضاربة ترى في كازينوهات تروح تلعب فيها وتعال. كان في يوم من الأيام يقولون سوق الكويت الأوراق المالية هو عبارة عن صالة قمار، تذكر هذه الفكرة؟ نعم أوف، وما زالت طبعا في اسم ما تستحق أن توصل الأسعار الموجودة فيها، بس المستثمر بالأخير هو صاحب القرار. بس ما عندنا شركات ورقية يعني فاضية، بس في شركات نشاطها ما يوحي أنه يوصل سعرها إلى الأسعار اللي واصلة. يعني اليوم أنت تشتري شركة مثلا قيمتها الدفترية 100 فلس مثلا، وقيمتها السوقية تستحق أن توصل إلى 220-230، تيجي تشتريها بدينار 300 دينار 400، أنت تحمل العائد بتعطيك إياه بتعطيك 6%، لكن على سعرها الدفتري مو على قيمتها السوقية، فبالتالي قرارك. تزايد الشركات الإسلامية وفقاً للشريعة في تلك الفترة، نمت شركات فرخت، قراءتك لهذه الشركات تحديداً وفق الشريعة الإسلامية؟ احنا خلنا نرجع لسبب تأسيسها. أول كان عندنا بس بالتمويل، نتيجة ضغوط المجتمع والخصومهم السياسيين إن ما في غير البنك لازم تطلعون لنا رخص جديدة شركات جديدة، فالبنك أو بيت التمويل طلع من منتجات جديدة اسمها شركات استثمارية إسلامية علشان يوزع الضغط اللي عليه بدل لا يكون بس عليه، من لأن أول ما كان يخضع البنك المركزي رقابة البنك المركزي خضع لها تالي، فقبل هذه الأمور قبل لا يخضع لرقابة البنك المركزي أسس شركات وخلى الناس تدخل وياه كمؤسسين واشتروا الناس فيه وحققوا أرباح كويسة بالبداية ممتازة، لكن دخول ناس من خارج بوتقة بيت التمويل كمؤسسين أدى إلى وجود ناس تلاعبت بالأسهم وطاح وسقطت الأسهم هذه. للأسف أنا يعني كنموذج إسلامي من أنجح النماذج الاقتصادية ترى بالعالم، هو مو مبتكر، هو موجود عندنا اللي هو بيت التمويل. شوف العوائد وزعها من أول ما تأسس اليوم. احنا نتكلم عن التجربة، أنا أتكلم عن التجربة يعني. تجربة الاقتصاد الإسلامي من أفضل التجارب، وهي مشاركة بالأخير، هي تعتمد على مشاركة المستثمر مع أصحاب رأس المال. دائما احنا ننحرف في تجاربنا، ناخذ الشيء الصح ونلف فيه ونوديه انه يصير عكس اللي مطلوب منه. نتيجة دخول ناس ما لهم علاقة بالنموذج الإسلامي أو التشريعي ويتلاعبون فيه. بالأخير أنا مالي شغل، مالي علاقة كبرواز أو فريم إسلامي باللي الناس أو الأشخاص اللي تلاعبوا بالنموذج. كفكرة من أفضل الأفكار أنا مؤمن فيها، لأن بالأخير أنت قاعد تعامل بما يرضي الله، والأمور الاقتصادية تعتمد اللي فيها شرع وما شرع تعتمد على القناعة، وإن عوائد بسيطة مو عوائد 10% و20%، لا عقار يحقق 7% تعطيه حق الناس في آخر الشهر أو آخر سنة والكل راضي، لكن تيجي العقار نفسه اللي شريته تروح تبيعه على شركة ثانية وتحقق ربح
صوري حق الشركة رقم واحد ورقم اثنين تحمل خسائر، لحظة مو نموذج إسلامي. نتكلم صراحة، لا كانت تجربة رائدة لكن للأسف انحرفت. نتوقف في هذه المحطة مع طلال فهد سيان القانم رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت السابق، وننتقل إلى محطة أخرى. نعود مجددا مع رجل الأعمال طلال فهد ثنيان القانم رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت. أبو مبارك حياك الله مجددا. سلام بارك يا ولد. وأتمنى أن يتسع صدرك في الجزء الثاني للكثير من الأسئلة، وابتداء في شركة بورصة الكويت اللي أنهيت عملك في آخر السلم الوظيفي رئيسا لمجلس إدارتها. يقولون الحكومة باعت البورصة للتجار لأول مرة بتاريخ الكويت، يتم تخصيص مرفق عام وليست شركة، صحيح هذا الكلام؟ شوف أنا اليوم ظاهر راح تخليني قصب أطلع لي بقلبي. طلع لي بقلبك. لأن أنا فعلا مستاء من اللي صار في الموضوع هذا. أولا خلنا نتفق على شيء، تخصيص البورصة في كل دول العالم لازم يتم تخصيصها، ما هي مرفق عام وما مرفق عام، كل دول العالم هي شركة خاصة. حتى السعودية تملكها صندوق الاستثمارات العامة اللي مملوك حق الدولة السعودية، لكن بالأخير هي شركة خاصة تتداول أسهمها في البورصة. اللي بوصل له أن إحنا دائما نحقق الأهداف النموذجية، لكن الوصول لتحقيق الأهداف هني يبدي اللف والدوران. وراح أقول لك قصص هني يبدي اللف والدوران. نعم. راح أقول لك قصص يمكن أول مرة اللي راح ينتبه لها. نعم. أنا كنت بصفتي رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، أنا عضو في لجنة التخصيص المنبثقة عن هيئة سوق المال، صفتي كرئيس بورصة مش تعيين أو شيء. أي واحد يصير رئيس بورصة يروح اللجنة هذه اوتوماتي. أنا ابتعدت عن البورصة في شهر 4/2018 بناء على رغبة مني أني ما أبي أكمل أواصل لظروف خاصة، ولأن الشركة خلاص بتخصص رسمي بالسنة اللي إحنا اللي أنا ابتعدت فيها عن البورصة. كان السنة اللي أنا تشرفت برئاسة البورصة هي السنة الأولى اللي تحقق فيها أرباح، وكان رأس المال الإسمي وأرجوك تنتبه لها 60 مليون دينار، مدفوع منه 6 مليون دينار واللي دافعتها هيئة سوق المال 10%. إيه نعم. وما كنا نحتاج، لأن بالأخير إحنا كلنا موظفين، بس الرواتب نحتاج والأمور اليومية اللي تحتاجها كبورصة، لكن بالأساس فيها أصول موجودة داخلها اللي هي حصة تعادل 28% من الشركة الكويتية المقاصة، وحصة والبرنامج التداول اللي يتم استخدامه في تسجيل عمليات التداول. هذا البرنامج كلف البورصة قبل لا يتم تخصيصها أكثر من 18 مليون دينار. البورصة تدري شنو إيرادها من وين هي الرسمي؟ كل عملية تداول اي مكتب وساطه يتمم عمليه ياخذ عمولته. البورصه تستقطع منها 30% بالضبط، 29% و1% حق المقاص. ففي ايرادات كل يوم مثل المنشار، طالع واكل نازل واكل، تاخذ 30% من الوسيط الباب و30% من الوسيط المشتري، ففيها ايرادات ضخمه. تدري كم باعوها او كم حددوا راس مالها؟ انا طلعت المفروض تبدي من 60 مليون، 19 مليون و500، بعد ما كملوها ال 20 مليون. انا ما ادري من اللي يقيم وحط السعر هذا 19 مليون على اي اساس؟ انا ما عندي خبر لاني تركت البورصه بصراحه. انا كمواطن حسيت بالغبنه، خليت قلت يمكن انا في امور غايبه عني او شيء، خلنا نستمر لما نوصل للتخصيص. جت عمليه التخصيص ولا بس تحالفين يدشون ضد بعض؟ تحالف دش بسعر اعتقد اللي هو الرسمي ال100 فلس الاسمي، والتحالف الثاني خاف من الاولاني فوصل الى 260 فلس. التحالف هذا استحوذ على 45 ولا لا 44 بالضبط بالمئة بسعر سهم 230 40 فلس. يعني لما تيجي تحسبها كم دفع هو في الحصه اللي خذاها ال44% اللي تعادل 9 مليون اسميا، دفع اعتقد 15 16 مليون دينار. مبارك، الآن أنت رجل أعمال تمارس عملك بأريحية كاملة وتطرح آرائك طبعا في تويتر بشكل يومي شبه يومي،
مناصر للقضايا الشعبية. الحمد لله أفتخر. تاجر ولد تاجر ولد تاجر، وموظف ولد موظف ولد موظف، كلنا ترى كلنا مواطن عيال مواطن وعيال مواطن. هالكلام الكبير وخليت الناس طبقات طبقة فوق طبقة، لا أبدا. أنا ربعي كل أبوهم الشيعي شيعي والسني سني والبدوي بدوي والحضري حضري. تداخلات الواقع السياسي مع الواقع الاقتصادي مع الواقع الاجتماعي تضربهم يطلع لك وصفة صعبة. نعم. تأثير الوضع الاقتصادي على الجانب الاجتماعي، الجانب على التركيب السكانية، على الجانب الاقتصادي، شلون شايفها؟ احنا اكبر نعمة وابتلاء هي الديمقراطية اللي عندنا، هي سبب تفرقنا وسبب اللي صاير فينا الحين هاليومين. انت عشان تكسب ود بعض الناس تروح تهاجم فئة معينة عشان المجموعة اللي تنتسب لها تفخر فيك وتصوت لك بالانتخابات، لكن وتحقق بعض الخدمات حق الفئة اللي تنتمي لها على حساب الفئة الثانية، وبالتالي تحصل النغمة أو الكره بين المجموعة ألف والمجموعة باء بسبب الانتخابات، لأني أنا أبي صوت. إحنا أول أبهاتنا كلنا نشوف ربعهم ويا بعض بالدواوين كل أبو من كل فئات المجتمع، الحين تفتقر هالشيء ما تلقى بسبب هالانتخابات هذه. الله لا يبارك في الانتخابات إذا بتسوي الفئة اللي سويتها الحين، وسبب رئيسي حق وقوف التنمية في الكويت الديمقراطية هذه. عطلت التنمية 1000%. لا يقولوا لي الديمقراطية هذه مو ديمقراطية، هذا إطار معين لترتيب أمور أهل الكويت، لكن ما هي ديمقراطية. ديمقراطية فيها 50 واحد ينجح، كل واحد ينزل يوصل للمجلس له برنامج الانتخابي بروحه ولا قواعد الانتخابية بروحهم، يبي يحقق لهم أهدافهم على حساب أهداف المواطنين الثانيين، هي ديمقراطية هذه. حلنا نعم الديمقراطية حلوة لما تتنفذ بطريقة صحيحة. حلنا أنا كنت من أسوأ من ضد كل شيء اسمه حزبية، لكن اليوم أعتقد قوائم اسمية وانتماء مجموعة نواب أو مرشحين تحت مظلة برنامج انتخابي واحد لما يوصلون يحققونه، هذا أفضل من الوجود الحين الصوت الواحد أو أن الواحد يوصل للمجلس بروحه. أنت لما توصل بروحك أنت تحقق أهداف اللي وصلوك للمجلس اللي هم اللي صوتوا لك، فتروح تعينهم براشوتياً عند جهات حكومية تحقق لهم حقوق ما هي حقوقهم على حساب مواطن آخر. بينما لما تكون أنت قائمة نسبية أنت يكون لك برنامج انتخابي تحققه عن طريق التوافق مع الحكومة أو أي جهة ثانية. التركيبة السكانية. نعم. كل يوم هي إحساس وشعور المواطن المقيم، ها تحسها بالشارع. نعم. من الآخر. نعم. شنو المخرج؟ أنا أعتقد موضوع التركيبة السكانية تم إهماله لغاية ما استشره وأصبح سرطان. مو معقولة 1,400,000 مواطن يوجد 3 ملايين لخدمته. ليش؟ شنو عندنا علشان نلجأ إلى استعانة بثلاث ملايين شخص، سوى أن إحنا هذا البلد عند رفاهية زيادة على اللازم. يعني أعطيك مثال، وأعتقد صورة المقطع هذا شفته قبل كم يوم، العامل اللي ينظف بالشارع بسعف نخل، هل هذه النوعية اللي إحنا نبيها عشان نستعين فيها في تنظيف شوارعنا؟ الحين الدول الثانية عندها آليات، شخص واحد ينظف لك منطقة كاملة بآلية واحدة، تروح تجيب لي 13 14 عامل بالشوارع بس ينطرون عند البيوت عشان ياخذون مكسوم الله واسمهم انهم عمال بلدية؟ لا، في شيء غلط عندنا اللي هو عدم اللجوء للتكنولوجيا، واللجوء للتكنولوجيا يخفض عدد البشر اللي تحتاجهم في أداء مهامك اليومية. عندنا بالبلدية، عندنا في الجهات الحكومية، عندنا يعني خذ مثال السعودية اليوم أو الإمارات تجدد جواز سفرك وانت بالبيت حسب ما فهمت، أبليكيشن دخل بياناتك ويجيك البريد ليه عندك. الأدوية تروح الطبيب يسجلها لك بوصفة، صيدلية تدزها لك لبيتك بالبريد. أنت ليش طلعني بالشارع تخليني هاي بين الجهات الحكومية علشان أسوي أو أجري معاملة حكومية؟ اشتغل طور نفسك، والبنية التحتية موجودة والناس متقبلة، دليل كورونا.
لما أرغمتهم على أن يتعاملون وياك عن طريق الأونلاين اشتغلوا من أبدع ما يمكن، ما حد يحتاج، وبالعكس الكل مرتاح. لما خلصت موضوع، خلص موضوع كورونا، خليتنا نرجع إلى المربع الأول، ما أدري ليش في الهدف يعني. فبالتالي اللي بوصل له أنا وايد شطي ابتعدت عن السؤال، لكن التركيبة السكانية عندنا في الكويت مشكلتها اللي هي أعتقد المسؤولين على الموضوع الإقامات عندهم حسابات غير حساباتنا. شلون؟ أنا أقول لك شلون. هم متعودين إن الشركة فلانية تحتاج 500 عامل في مناقصة فلانية، فهو الحين مع تحسن الأمور والتكنولوجيا أعتقد أصبح العدد اللي يحتاج المقاول إلى عدد أقل، لكن ما زال يعطي الرقم مال الأعداد القديمة. فالزيادة هذه كنز بالنسبة حق التاجر أو الشركة اللي راحت المناقصة فتبيعها تجارة إقامة. أي أحد ينكر؟ خلينا نتكلم صدق، أحد يقدر ينكر؟ لا هذا صدق، هذا واقع عندنا، صادوهم يعني، مو تقول هذه إشاعات. ما زال فيه يمشون بالشارع لكن صادوا بعض. لما تقول السعفة ونظف الشارع، بس نتكلم عن مركز مالي استقطاب رؤوس أموال. لا انسى انسى انسى، معلش أنا ما ودي أحبطك، بس يبي لنا وقت طويل عشان نوصل حق المركز المالي. لا 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 لا، أنت خذ جولة في مجمع الوزارات إذا عندك معاملة، وإذا خلصتها بنفس الوقت اللي أنت تحتاج إن تخلصها بالوقت الطبيعي أكون يعني شيء مستعجل. أصبح فيه إهمال، حتى الموظف يبصم ويروح يطلع برا ويزعلون. الحين أدري بتاخذ هذا المقطع تصوره وتقطع لي وبتدز لي بالتويتر وراح يقومون علي الناس، بس هذا الواقع. هذول هم، في ناس مهملة، في ناس ما تأدي الواجب المطلوب منها، في ناس مو موجودة على كرسيها عشان تخدم أهل الكويت، لا جاية بس إنه برستيج إن أنا أشتغل. لا هذا غلط، هذا غلط. ليش أبهاتنا كانوا أول مرتاحين؟ لأن الجيل هم كان جدي، ما عندهم الخروج من الدوام، ما عندهم. أنا أعطيك مثال صغير، والد زوجة واحد من ربعي قعدت فيها الله يرحمه توفى، كان يشتغل بالبلدية، يقول يا ولدي إحنا ما نقعد مكاتبنا بالبيوت هذه، شفت الأول المراكز البلدية المناطق، يقول ما نقعد مكاتبنا، إحنا عندنا سيارة جيب أصفر ندور بين البيوت، إذا لقينا حديد أو تشيس سميت نوقف وندق الجرس ونطلب ترخيص مال البنيان عشان أتأكد إن عنده ترخيص. من يسأل عن ترخيص بنيانك داخل؟ تعال هدم بيتك وابنا من جديد، ما حد يدري عندك. فبالتالي في إهمال في تطبيق القانون، طبق القانون شوف شلون الشعب يعجبك. مبارك طرحك شعبي. نعم. كان عندك مشروع تنزل انتخابات مجلس الأمة. نزلت. نعم 2008. أسوأ خطوة تسويها إنك تنزل انتخابات. إذا أنت رجل صادق، إذا أنت رجل صادق وتبي تخدم فعلا مجتمعك، أسوأ تجربة. الناس يبون اللي يجذب عليهم، الناس المقربين لك يبدؤون في ابتزازك في مطالبات، طلبات شعبية أنت ما تقدر تحققها، وبنفس الوقت يبونك تطربهم أنك تنتقد شيخ أو حكومة أو شيء بصوت عالي. وهذا ما أنا ما تربيت على هالشيء بصراحة، ففشلت. أنا بقول لك فشلت. أنا حققت 2200 صوت في شهر، أنا أعلنت نزول الانتخاب، وهذا كان إنجاز. لا وكنت لو أقدر أنجح لو مستمر يعني في التواصل والوصل، لكن تبين لي أنك أنت توصل حق المجلس بالأخير أنت واحد من 50، ما تقدر تحقق اللي تبي. فخليك أحسن بيتكم وخل سمعتك طيبة أحسن من باكر تتهم أنك فاشل. تحول رجال الأعمال إلى رجال سياسة، ورجال السياسة إلى رجال الأعمال، دش مجلس أمة يصير تاجر، والتاجر دش مجلس أمة. تاجر دش مجلس أمة ترى من أول تأسيس الدولة، من تأسيس الدولة في تجار كانوا هم أعضاء مجلس أمة، ووضعوا لبنات الدولة الحديثة اللي قاعد تشوفها الحين، بما فيها الشركات اللي قاعد تداول الحين أو اللي قاعد تخدم أهل الكويت الحين، مثل شركة مطاحن الدقيق الكويتية، شركة ناقلات النفط، هذه كلها تأسيس شركات من تجار تالي استحوذت عليها الدولة. بينما اللي صار كان رجل بسيط وصار غني بالأيام الأخيرة، هذا اللي صار عندنا الفساد، خلنا نقول المدعوم من المتنفذين علشان يحققون لهم اللي يبونه. فوصلوا ناس ما عندهم أي ثروة أو أي إمكانية، سوى أن لها لهم شعبية بين أوساطهم،
ونجحوهم وبالأخير استغلوهم في تمرير بعض القوانين. في نهاية هذه الرحلة أبو مبارك طلال القاني، شو اللي طلعت فيه من هذه الحياة اجتماعية سياسية اقتصادية؟ أنا أعتقد اللي فعلا مقتنع فيه قناعة تامة نتيجة تجاربي، أنك لو تكد الوحوش غير رزقك ما تحوش، لا تلجأ حق واحد أنك أنت تبي ترجع لك مظلمة أو شيء، ألجأ لرب العالمين. والله صارت لي عدة قصص بسبب أن أنا أنظلم بعض المواقف، والحمد لله ما لجأت حق أحد، لجأت حق رب العالمين وحقق لي وزيادة. وحدات كثيرة مش واحدة ولا ثنتين. فأنا نصيحتي حق اللي قاعد يسمعني، لا تلجأ حق أحد، اشتغل بما يرضي الله ورسوله وضميرك، وانسى الأرزاق. الأرزاق عند رب العالمين، ما راح تزيد أرزاقك سواء استعنت بفلان أو إعلان. في نهاية هذه الرحلة نشكر طلال الغانم رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت السابق ورجل الأعمال، إلى أن نلقاكم في رحلة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.